خدت حمام يا حبيبتي من بتوع زمان. انما ايه يا خبر ابيض، لو وزنتيني تلاقيني خسس النص. يا راجل انت هتجنني. الصبح تصحى مش طايق نفسك وماشيلي زي النمله، وتيجي على بالليل وتقلبلي على قرد. بس انت عايزه ايه دلوقتي، النمله ولا القرد؟ عايزه الخاتم اللي قلت لك عليه. تعالى شوف ايد اختي دي، مش باينه من كتر الدهب اللي في ايديها. يا حبيبتي اختك متجوزه راجل اعمال، عندهم الفلوس زي الرز، انا على قد حالي. عشان قاعد لي في اجزخانه معفنه بتبيع لي بقرش وبقرشين. تعالى شوف الاجزخانات اللي في وسط البلد بتكسب كام. سيبينا من الاجزخانات، خلينا في الخاتم. بجد هتحطي؟ هو بكام الخاتم ده؟ 2000 جنيه بس. بس بس ده انا اجيبه في ايهم عينيا كمان. ربنا يخليك ليا يا رب، ولا يحرمنيش منك يا ودى. يا بابا يا ولدي يا رب. الواد ده انه جاي بابا. اما هو مخرج له، ممكن يكون عايز حاجه. طب ما تتاخرش، لحسن لو اتاخرت حنان. اوعي. ايوه تمام. بابا انت لسه صاحي؟ ده انا ما رضيتش اقلقك. لا انا صاحي والله، مش جايين نوم يعني. الله، وقلت يعني اما اجي اشوفك. اتعشيت ولا صحي؟ انا قاعد تعمل لك عشاء. حبيبي الحمد لله اتعشيت مع ناس صحابي. طيب يعني اذا كنت عايز تنزل انزل يعني، ده لسه بدري برضه. استمتع بحياتك يا اخي، استمتع بحياتك. حاضر يا بابا، انا فعلا عندي مشوار ولازم انزل. يلا حبيبي اتبسط. طبعا خد المفاتيح معاك. حاضر حنيا. ماشي يا بابا. وزعته؟ ايه ده؟ انت نمت ايه؟ طيب تامر. تامر. ايوه بابا. بقول لك ايه؟ نعم. ان كنت عايز تقعد اقعد. يعني الدنيا ليه؟ هتروح فين يعني؟ ولا اصحابك دول يعني هتعمل معاهم ايه؟ ها؟ مجلس يعني وزراء يعني عم مستعجلين عليه؟ اقعد يا راجل، ده الدنيا ليه؟ وحد شاف ايد كفه حتى؟ اقعد يا عم اقعد. حاضر يا بابا.